مونديال إيطاليا 1934، رجعت النسخة الثانية من كأس العالم بضغوط سياسية من القارة العجوز وبضغط من موسوليني نفسه على الفيفا لتنظم إيطاليا البطولة، واستخدم بعد هيك طرق ملتوية لتحقق برضو إيطاليا البطولة. وفي وقتها خدم تتويج إيطاليا القضية الفاشية، ومن شدة إيمان موسوليني بالقضية بعث حرفيا تهديدات بالقتل لكل لاعبين المنتخب الإيطالي إذا ما حققوا اللقب. ومش بس هيك، وكمان أجبرهم لينضموا للحزب القومي الفاشي. وفي هاي النسخة حضر 16 فريق المونديال، واعتذرت الأوروغواي وإنجلترا عن الحضور، وبررت الأوروغواي عدم حضورها بسبب عدم حضور الطليان لمونديالهم الأول. السبب الثاني كان الخلاف مع سياسة موسوليني، وفي النهاية مهما كانت الأسباب فالنتيجة إنه الأوروغواي هو البطل الوحيد اللي ما دافع عن لقبه في تاريخ المونديال. قصتنا الأولى رح تكون عن المهاجم الإيرلندي باتريك مور، اللي بيعتبر أول لاعب بيتمكن من تحقيق سوبر هاتريك في مباراة مونديالية، وكانت الأهداف في منتخب بلجيكا في 25/2/1934 في مدينة دبلن. لكن الملفت في الموضوع إنه ما قدرت إيرلندا إنها تفوز في هاي المباراة اللي انتهت بالتعادل، ويخرج صاحب أول سوبر هاتريك في تاريخ المونديال محبط. قصتنا الثانية بتحكي إنه في عام 1928 نزع الاتحاد الإيطالي عن نادي تورينو صفة البطل بعد ما اكتشف إنه قدم رشوة بقيمة 50,000 ليرة للاعب خصمه الأزلي لويجي أليماندي. وما وقفت العقوبة هون، لا، وقرر الاتحاد إيقاف اللاعب مدى الحياة. لكن قبل كم شهر من بداية المونديال طلب مدرب المنتخب العفو عن اللاعب، وتم الموافقة على الطلب ليشارك أليماندي في كل مباريات البطولة. قصتنا الثالثة راح تكون عن اللاعب السويسري ليوبولد كيلهولز، اللي ما كان بيشبه باقي اللعيبة في وقتها، فكان قصير، طوله ما بتجاوز 1.70 متر، ولابس نظارات سميكة بتعبر عن معاناته مع قصر النظر الحاد. وعلى الرغم من كل هاد إلا أنه كان في داخل الملعب بيتحول لواحد من أعظم مهاجمين جيله، فسجل هدفين في هولندا وسجل بعدها أمام تشيكوسلوفاكيا، ولكن في النهاية ما قدر فريقه من تحقيق الفوز على وصيف البطولة لتنتهي مسيرة واحد من أهم وأغرب مهاجمي الثلاثينات في مونديال إيطاليا 1934. وبهيك بتكون خلصت قصصنا لليوم. بشوفكم الحلقة الجاي وبمونديال جديد.